أعزائنا المتابعين، مرحبا بكم مجددا، ونحن الآن في الجلسة الرابعة من مدخل إلى التصميم، والتي نشرح فيها الفصل 11 من الكود ان اف بي اي 13. وصلنا إلى الكلام على طريقة التصميم باستخدام الطريقة المعروفة بالروم ديزاين ميثود. ما هذه هي هذه الطريقة؟ نتعرف عليها في النقاط التالية. إن تقول الفقرة الفرعية الأولى أن متطلبات إمداد الماء للرشاشات فقط يجب أن تكون بناء على الغرفة التي تحتاج المتطلبات الأكبر. إذا الغرفة التي تحتاج متطلبات أكبر يتم حساب متطلبات الماء بناء عليها. طبعا هنا يجب الأخذ في الاعتبار أن كمية الماء الأكثر هيدروليكيا يجب أن نحتاجها سواء في الغرفة الواحدة أو في غرفة مع الفراغات المتصلة بهذه الغرفة. فعلى سبيل المثال، لو كان لدينا غرفة كبيرة تحتوي إلى 4 رشاشات، ولدينا غرفة صغيرة فيها رشاشين، ولكن هذه الغرفة الصغيرة متصلة عبر فراغات موجودة غير محمية بثلاثة غرف أخرى. يعني هذه الغرفة إذا يوجد فيها 3 فتحات غير محمية، 3 فتحات في الجدران، هذه الفراغات الغير محمية متصلة ب3 غرف أخرى، كل غرفة من هذه الغرف تحتوي على رشاشين. فبالتالي الغرفة الصغيرة مع هذه الغرف الثلاثة المحيطة بها تحتوي على 8 رشاشات. بهذه الحالة هي التي سوف تدخل في الحسابات، وليس الغرفة الكبيرة ذات الخمس أو الأربع ذات ال4 رشاشات. لذلك يجب الاختبار. سوف إن شاء الله توضح الأمور لاحقا. الممرات تعتبر غرفة عند التصميم بهذه الطريقة. أيضا عند التصميم بهذه الطريقة فإن وقوف أن الجدار يكتفى بوصوله إلى منسوب السقف المستعار، ولا داعي لوصوله إلى السقف الأعلى أو السقف الهيكلي فوق السقف المستعار. طبعا هذا على سبيل بعض التوصيات والشروح. طبعا عندما نقرر الغرف أو الغرفة التي تحتاج الكمية الأكبر، نحدد الخطورة، نذهب إلى المنحني 11 2 3 1 1 فنستفيد من التصنيف ونستفيد من الحجم لتحديد الدنسيتي الكثافة، وهي الكثافة التي سوف نستخدمها في التصميم. طبعا لاستخدام طريقة الروم ديزاين ميثود، يجب أن تكون الغرفة محل التصميم تحتوي على جدران مقاومة للاحتراق. هذه درجة المقاومة تتحدد بأن تكون المدة الزمنية للمقاومة مساوية للمدة الزمنية لإمداد الماء. إذا عند استخدام طريقة الروم ديزاين ميثود يوجد بعض المتطلبات المعمارية لابد من توافرها لتحقيق هذه الطريقة، ومن بدايتها أن تكون الغرفة محل التصميم لها جدران مقاومة طبعا ليست، عفوا، ليست الغرفة فقط محل التصميم، وإنما جميع الغرف، all rooms all rooms. إذا جميع الغرف يجب أن تكون لها جدران لها درجة مقاومة بدرجة بزمن مساوي لزمن إمداد الماء، طبعا حسب الجدول 11 2 3 1 2 والذي تكلمنا عنه في الجلسات السابقة. النقطة الفرعية التالية أو الرابعة تقول إذا كانت مساحة الغرف محل التصميم أصغر من ما هو مذكور في المنحني المعروف 11 2 3 1 1، فبالتالي يتم تطبيق القواعد 11 2 3 1 4 الأولى والثانية. طبعا تكلمنا عنها في الجلسة الثانية هذه القواعد، والتي تقول إذا كانت المساحة أقل من 1500 لللايت والأوردينري فنأخذ الكثافة المطابقة لل 1500. وأيضا بالنسبة للإكسترا هازارد، إذا كانت المساحة أقل من 2500 قدم مربع فأيضا نأخذ الكثافة المطابقة للمساحة 2500 متر مربع. أيضا استفدنا بالكلام عن هذه النقاط في الجلسة الثانية من هذه الدورة. النقطة الفرعية الخامسة تقول بالنسبة للفتحات الموجودة في الغرف مثل النوافذ مثل الأبواب، هذه الفتحات الموجودة
يجب تحقيق المتطلبات الحماية التالية. بالنسبة لللايت هازارد يمكن استخدام أبواب نون ريتد، ولكن يجب أن تكون أوتوماتيك أو سيلف كلوزنج. أيضا بالنسبة لللايت هازارد مع فتحات غير محمية، عندما تكون الفتحات غير محمية فيجب أن تشمل المس حسابات كل الرشاشات الموجودة في الغرفة، بالإضافة إلى رشاشين من الفراغ المجاور لكل فتحة غير محمية. تمام، إذا لدينا غرفة لايت هازارد الفتحات الموجودة فيها غير محمية، فنحسب الرشاشات الموجودة في الغرفة بالإضافة إلى رشاشين من كل فراغ مجاور لهذه الفتحات الغير محمية، إلا إذا كانت الفراغ المجاور يحتوي على رشاش واحد فعند ذلك يتم الاكتفاء برشاش واحد. إذا الأصل أن نأخذ رشاشين، إلا إذا كان الفراغ المجاور للفتحة غير محمية تكون يحتوي على رشاش واحد، عندئذ لابد من إضافة هذا الرشاش. أيضا تابع للرقم 2، طبعا يتم أخذ أو التصميم أو اختيار الغرف والفراغات المجاورة لها بناء على الحاجة الأكبر الهيدروليكية. مثلا كما ذكرنا هنا بطريقة تصميم الغرفة، نذهب إلى الغرفة المعينة نقارنها مع الغرف الأخرى أو الغرفة والفراغات المتصلة بها لتحديد المتطلبات الأكبر، فبالتالي عدد الرشاشات الموجودة تكون حسب Greatest Hydraulic Demand. أيضا تابع للفقرة الرقم 2 لخطورة الإشغال الخفيفة مع فراغات غير محمية في الجدران، فلا بد من وجود لنتل عتبة. هذه العتبة تكون بعمق لا يقل عن 20 سنتيمتر في كل فتحة، ويجب أن تكون عرض هذه الفتحات 2.4 متر من ناحية العرض. إذن اللايت هازارد نعيد ترتيبها، اللايت هازارد عند وجود فتحات غير محمية في الجدران لابد من وجود عتبة بعمق لا يقل عن 20 سنتيمتر، وتكون هذه الفتحات بعرض لا يزيد عن 2.4 متر. وأيضا يسمح بوجود فتحة واحدة بعرض 90 سنتيمتر أو أقل من دون وجود عتبة، ولكن بشرط أن لا يوجد فتحات أخرى مجاورة لهذا الفراغ أو لهذه الفراغات المجاورة. إذن لدينا بالنسبة للفتحات الغير محمية، بالنسبة للعتبة لابد من وجود عتبة بعمق لا يقل عن 20 سنتيمتر، إذا كانت بشرط أن الفتحة تكون بعرض لا يزيد عن 2.4. متى نستغني عن العتبة؟ نستغني عن العتبة إذا كان لدينا فتحة مفردة بعمق 90 سنتيمتر أو أقل، وأيضا بوجود شرط آخر وهو أنه no other openings to adjoining spaces، لا يوجد فتحات أخرى إلى الفراغات المجاورة. إذن النقطة رقم 2 فيها كثير من التفريعات، أما النقطة رقم 3 ففي الأوردينري والإكسترا هازارد يجب تزويد أبواب أوتوماتيكية أوتوماتيك أو سيلف كلوزنج دورز مع درجة مقاومة للإحتراق. طبعا دائما تكون درجة مقاومة الإحراق مماثلة لزمن إمداد الماء حسب نوع الخطورة وفقا للجداول السابقة. الفقرة التالية تقول إذا كانت الغرفة محل التصميم هي عبارة عن ممر كوريدور، وهذا الكوريدور محمي بصف واحد من الرشاشات، طبعا مع وجود فتحات محمية حسب ما هو مذكور في الفقرة السابقة 11.2.3.3.5، فإن عدد الرشاشات الأعظم المسموع إدخاله في الحسابات يجب أن يكون 5. وفي حال تركيب رشاشات Extended Coverage Sprinklers فعدد الرشاشات يجب أن تكون الكامل الرشاشات الموجودة على مسافة 23 متر من الكوريدور. إذن هذه هي القاعدة بالنسبة للتصميم إذا كان كوريدور، هذا الكوريدور يحتوي على صف واحد من الرشاشات مع فراغات محمية حسب ما هو مذكور في الفقرة السابقة. عدد الرشاشات إما أن يكون 5، وفي حال الرشاشات موسعة
بتغطية موسعة، فكامل الرشاشات الموجودة على طول 23 متر من هذا الكوريدور. أيضا النقطة السابعة، إذا كانت المنطقة محل الحماية أيضا كوريدور، وهذا الكوريدور محمي بصف واحد من الرشاشات، ولكن مع فتحات غير محمية، ففي اللايت هازارد فإن عدد الرشاشات تكون 5، وأيضا إذا في حال تركيب رشاشات Extended Cover Sprinkler فنأخذ كامل الرشاشات الموجودة على طول 23 متر من هذا الكوريدور. إذا الحالتين متماثلتين، سواء كان Unprotected Openings أو Protected Openings. إذا الآن نأخذ ملخص عن هذه الفقرة، فقرة الروم ديزاين ميثود، 13 نقطة متعلقة بهذه الطريقة. النقطة الأولى تقول يمكن استخدام هذه الطريقة مع أي نوع من الرشاشات، سبراي سبرينكلر، كويك ريسبونس، ستاندرد ريسبونس، اكستندد كفرج، اند كويك ريسبونس اكستندد كفرج. إذا هذه من ناحية الرشاشات المستخدمة. النقطة الثانية من ناحية عدد الرشاشات التي سوف تدخل بالحسابات، تكون متوافقة أو محددة مع الرشاشات الموجودة في الغرفة محل التصميم. النقطة الثالثة، إذا أردنا للحريق أن يحصر في غرفة، فيجب أن تكون الجدران لها درجة مقاومة للاحتراق. ذكرنا أن الزمن هو معادل لزمن إمداد الماء حسب نوع الخطورة وفقا للجداول المذكورة في هذا الفصل. طبعا النقطة الرابعة، يجب أن يكون إمداد الماء كافيا على تزويد الحماية أو تزويد الكمية المطلوبة من الماء من ناحية التدفق ومن ناحية الضغط، وهذا أمر طبعا مشترك بجميع أنواع التصاميم. خامسا، طبعا بشكل عام فإن الأكثر واقعية لاستخدام هذه الطريقة هو في المناطق ذات التقسيمات الكثيرة، مثل مثلا لنفترض مبنى من المكاتب، يوجد مكاتب كثيرة بمساحات قليلة مثلا، فهذا المبنى كثير التقاطيع كثير الغرف، يمكن يعني بداهة أن نستخدم هذه الطريقة في الحسابات. وأيضا كنقطة تنبيهية أخرى في النقطة السادسة، نقول إن المباني التي لها سقف بارتفاع 3 أمتار أو أقل ومحمية برشاشات كويك ريسبونس سبرينكلر، فعند استخدام طريقة ديزاين أريا ميثود غالبا ما تكون عدد الرشاشات الداخلة في الحسابات لا تزيد عن 5 رشاشات. ففي هذه الحالة كمان أيضا من عقليا يمكن استخدام هذه الطريقة في هذه المباني، ممكن إذا كانت كمية الماء المطلوبة أو عدد الرشاشات التي سوف يدخل في الحسابات أقل من 5 رشاشات. يعني هنا مقارنة بين الدنسيتي والروم ديزاين من ناحية توفير الماء باستخدام إحدى الطرق، طبعا كمقارنة عقلية بين هاتين الطريقتين لمعرفة مكان الاستخدام وتطبيق هذه الطريقة. أيضا النقطة السابعة للحفاظ على الحريق في الغرفة محل الاشتعال، طبعا على اعتبار أن الرشاشات الداخلة في الحسابات هي فقط ضمن غرفة واحدة، فإن أبواب هذه الغرفة يجب أن تكون Automatic or Self Closing. في النقطة الثامنة من هذه التلخيص، إذا في الخطورة الخفيفة في إشغالات بخطورة خفيفة، فإن ميزة تركيب أبواب بـ Automatic or Self Closing يمكن أن تزال في حال إضافة رشاشين إلى الحسابات، كما ذكرنا أنه إذا كانت لا يوجد Self Closing فيتم إضافة رشاشين من الفراغات المجاورة لـ Unprotected Openings. بالنسبة للـ Ordinary والـ Extra Hazard في النقطة التاسعة، والتي ايضا في هذه ان الفراغات لا تملك اوتوماتيك اور سيلف كلوزنج، فان التطبيق طريقه الميثود روم ديزاين ميثود يجب ان تتوسع لتشمل جميع الرشاشات المجاوره لهذا الفراغ،
يجب أن تشمل جميع الرشاشات المجاورة للغرفة محل التصميم، وإلا فلا يسمح باستخدام هذه الطريقة في مثل هذه الحالة. إذا بالنسبة لللايت هازارد يسمح أو يمكن الاستغناء عن السيلف كلوزنج، ولكن بإضافة رشاشات. أما بالنسبة للأوردينري والإكسترا هازارد فلا يسمح. طبعا يوجد قيود أكبر، ممكن أن نضيف عدد أكبر من الرشاشات، لذلك يفضل إما أن يتم تركيب أوتوماتيك أو سيلف كلوزنج، أو لا تستخدم هذه الطريقة على الإطلاق. طبعا النقطة العاشرة، لا ننسى أن نعتبر أن الكوريدور والهولويز هي عبارة عن غرف، تعتبر من ناحية التصميم بهذه الطريقة تعتبر غرف. وأيضا في حال أن اعتبار الكوريدور أو الهاف ويز تحتوي على صف من الرشاشات، فإن عدد الرشاشات الأعظم المسموح فيه هو 5، أو كما مر معنا بالنسبة للإكستندد كفرج. وأيضا في النقطة الثانية عشرة، في الإشغالات الخفيفة عند عدم وجود الأوتوماتيك أو سيلف كلوزنج للغرف، فإن الرشاشات العظمى الموجودة في الممرات أيضا هي 5. والنقطة الأخيرة من هذه الطريقة، كملخص لهذه الطريقة، أن هذه الطريقة غير مسموحة للاستخدام في الإشغالات أو مع الرشاشات السكنية، لا تستخدم مع الريزيدنشال سبرينكلرز. طبعا الريزيدنشال سبرينكلرز لها مميزات خاصة بها من ناحية الحسابات، وهي أن عدد الأقل من الرشاشات التي يسمح بالحسابات هي 4، بغض النظر عن عدد الرشاشات في الغرفة. فإذا كانت الغرفة تحتوي على رشاشات أقل من 4، فيجب مد أو توسيع منطقة الحماية لتشمل 4 رشاشات. لذلك ربما هذه الطريقة لا تنفع مع الريزيدنشال بريشر السبرينكلرز. طبعا لها نقطة خاصة ريزيدنشال سبرينكلر، نتكلم عنها إن شاء الله في الجلسة القادمة. بذلك نكون قد انتهينا من الروم ديزاين ميثود. لها بعض التضييقات، بعض القيود، خاصة القيود المعمارية والإنشائية على الهيكل والفراغات الفتحات. لذلك هي طريقة مستخدمة كما ذكرنا وفقا للشروط، ولكنها يعني ليست الأعم من ناحية التصميم. ننتقل إلى بعض التصميمات الخاصة Special Design Areas. النقطة الأولى، إذا كان لدينا منطقة التصميم تحتوي على Building Surface Shot، طبعا هذا الشط هو موجود، هو فتحة في كل دور يتم رمي القمامة من خلال هذا الشط. فوجود بعض السبرينكلرات عند بوابة، عند الباب الذي يرمى منه القمامة، فإن عدد الرشاشات الأقصى المسموح للدخول بالحسابات هو 3 رشاشات مع نسبة إطلاق هي 15 جالون بير مينت لكل رشاش. أيضا النقطة التالية من السبيشال ديزاين أريا، إذا كانت المنطقة محمية بصف واحد من الرشاشات، فإن عدد الرشاشات الداخلة في الحسابات يجب أن حد الماكسيموم هو 7 رشاشات. النقطة الأخيرة من الـ Special Design Area هي الرشاشات الموجودة في الدكت حسب ما هو موصف في الفقرات 7 9 و 8 15 13، فإن الحسابات الهيدروليكية لهذه الرشاشات مبنية على أن لا يقل الضغط عن 7 بي اس اي لكل الرشاشات الموجودة ضمن في مجاري الهواء ضمن الدكت. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الجلسة، نلتقي بكم إن شاء الله في الجلسة القادمة لتكون هي الجلسة الأخيرة من هذه الدورة. لا تنسوا الاشتراك في القناة إبداء الملاحظات. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.